الحمد لله الذي جعل في الشباب قوة فقال: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بالشباب خيرًا فقال: أوصيكم بالشباب خيرًا، فإنهم أرق أفئدة. لقد بعثني الله بالحنفية السمحة، فحالفني الشباب وخالفني الشيوخ. رواه البخاري. فاللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة المؤمنون، لقد أكرم الله هذه الأمة بالشباب وجعلهم سنداً لنبيه في كل وقت وحين، جعلهم ركائز استند عليها الإسلام، فحملوا رايته وقادوا جيوشاً فتحوا بها ما شاء الله أن يفتح. فمن هؤلاء الفتية المؤمنين الذين دافعوا عن الإسلام بقوة وشراسة قائد ترعرع في بيت النبوة وعاش طفولته في حضن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أحبه الرسول صلى الله عليه وسلم منذ طفولته، إنه الحب بن الحب. أسامة بن زيد رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم يأخذه فيجلسه على فخذه اليمنى، ويجلس الحسن بن علي على فخذه اليسرى، ثم يضمهما ثم يقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما، وفي رواية: اللهم إني أرحمهما فارحمهما. كان رضي الله عنه شجاعاً وشاطراً، خفيف الروح، شديد السواد، رباه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رضي الله عنه أسطوانة من أساطين الإسلام. وشهد الصحابة رضوان الله عليهم بحب النبي صلى الله عليه وسلم له. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان يقسم أموال بيت المال، وجاء دور ابنه عبد الله فأعطاه نصيبه، وحان دور أسامة ليأخذ قسطه فأعطاه ضعف ما أعطى لابنه عبد الله. فإذا بعبد الله يحتج على ذلك، لكن ليس بغية المال ولا حسدا منه، ولكن لاحظ أن أباه يعطي كل شخص وفق فضله وبلائه في الإسلام، فخشي أن يكون مكانه في الإسلام آخرا. وهو كان يرجو بطاعته وجهاده وزهده وورعه أن يكون عند الله من السباقين. فسأل أباه قائلا: لقد فضلت علي أسامة، وقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يشهده. فأجابه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن أسامة بن زيد كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، وأبوه أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك، وكان له شرف دخول مكة وهو رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح. وعندما لا يغزو الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعطيه سلاحه، وقد جاءه في غزوة أحد ليشارك معه، فرده النبي صلى الله عليه وسلم لصغر سنه. ولما بلغ من العمر 18 سنة جعله النبي صلى الله عليه وسلم
قائدا على جيش عظيم، وفي الجيش من أحق بولايته منه من كبار الصحابة كأبي بكر وعمر بن الخطاب وغيرهما من الشخصيات التي ضحت بالغالي والنفيس في سبيل الله نصرة للإسلام وطمعا في النعيم. فتحركت همهمة بين نفر من المسلمين حول إمارته للجيش قائلين: كيف يؤمر فتى عن جيش فيه شيوخ الأنصار وكبار المهاجرين؟ بلغ همسهم النبي صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن بعض الناس يطعنون في إمارة أسامة بن زيد، ولقد طعنوا في إمارة أبيه من قبل، وإن أباه لخليقا للإمارة، وإن أسامة لخليق بها، وإنه لمن أحب الناس إلي بعد أبيه، وإني لأرجو أن يكون من صالحكم فاستوصوا به خيرا. وأمره أن يخرج بالجيش إلى الشام، فإذا بالمرض يحل ضيفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن ضيفا خفيفا حيث أدى به إلى الموت، فالتحق بربه وتريث الجيش قليلا ولم يخرج حتى تولى أبو بكر الخلافة. وأمر بإنفاذ جيش أسامة وقال: ما كان لي أن أحل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج ماشيا ليودع أسامة، بينما هو راكب على فرسه وأبو بكر ماشيا، قال أسامة: يا خليفة رسول الله، لتركبن أو لأنزلن. انظروا أيها الإخوة الكرام إلى قمة الاحترام والتواضع. فرد عليه أبو بكر: والله لا تنزل، ووالله لا أركب، وما علي أن أغبر قدمي في سبيل الله ساعة. ثم استأذنه في أن يبقى إلى جانبه عمر بن الخطاب قائلا له: إن رأيت أن تعينني بعمر فافعل. ففعل أسامة بن زيد رضي الله عنه، وأذن لعمر بالبقاء إلى جانب أبي بكر ليعينه على الحمل الذي وقع على عاتقه بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج الجيش وغزا الشام، وشهد المسلمون بشهادة قائلين: ما رأينا جيشا أسلم من جيش أسامة. رجع الجيش دون خسائر بشرية. أيها الإخوة المؤمنون، شاب دون العشرين يخرج من حرب عظيمة دون خسائر، ويستأذن من قبل خليفة المؤمنين ليأذن لعمر بالتخلف عن الجيش ليعينه على أمور الأمة، وقد نال شرف دخول مكة وهو رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكبر في بيت النبوة. كل هذه المميزات التي تميز بها عن باقي الصحابة رضوان الله عليهم، إلا أنه ظل متمسكا بالتواضع والأخلاق الحسنة والاحترام. قال علي بن أبي طالب: وكل جراحة لها دواء، وسوء الخلق ليس له دواء، وليس بدائم أبدا نعيم، كذاك البؤس ليس له بقاء. وقال آخر: تواضع لرب العرش علك ترفع، فما خاب عبد للمهيمن يخضع، وذاوي بذكر الله قلبك إنه لأشفى دواء للقلب وأنفع. وقال آخر: تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يرفع نفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين،
والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، بعدما عشنا الخطبة الأولى مع أسطوانة شابة من أساطين الإسلام الذين بصموا بأخلاقهم وشجاعتهم وقوتهم وبطولاتهم في الساحة الإسلامية، تعالوا نسأل أنفسنا ونفترض أن الله رزقنا قوة أسامة وشجاعته وذكاءه وولاية على جيش، كيف سنتعامل مع باقي الخلائق؟ كيف سنتعامل مع باقي الخلائق؟ هل سنتكبر عليهم؟ هل سنهينهم؟ هل سنستعرض عليهم العضلات ونريهم قوتنا الجسمية وقوتنا العقلية؟ نعم، لو أن الله قدر ذلك لبعض شبابنا لتكبروا ولتجبروا ولطغوا في الأرض ولعتوا عتوا كبيرا. هذا حال شبابنا، وأكثر من ذلك أن معظمنا يتكبر وهو لا يساوي جناح بعوضة. ألم تسمع بقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا أيها الناس تواضعوا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تواضع لله رفعه الله، فهو في نفسه صغير وفي أعين الناس عظيم، ومن تكبر وضعه الله عز وجل، فهو في أعين الناس صغير وفي نفسه كبير، وحتى لهو أهون عليهم من كلب أو خنزير. ألم تقرأ قصة إبليس حين تكبر ورفض السجود لآدم، وكيف كان مصيره؟ قال تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال: يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. عاقبه الله بالطرد من رحمته. أترضى أيها الأخ، أيتها الأخت، أيها الأب، أيتها الأم، أيها الشيخ، أيها الشاب، أترضون أن تسيروا خلف إبليس مطرودين من رحمة الله بسبب تكبركم هذا؟ لماذا لا نأخذ من حياة الصحابة الكرام دروسا فنقتدي بهم ونسير على نهجهم وخطاهم، ونستقيم حتى نفلح وندخل الجنة، ونبتعد عن الذين سيقال لهم يوم القيامة: فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. ولتعلموا رحمكم الله أن الجنة في حق من كان في قلبه شيء من كبر مستحيلة، فإلا أن يقابلنا الله بعفوه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يجب أن يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. وأحد الشعراء جعل التواضع سترة لجاهل لا علم له، والتكبر هادما لفضل حازه المميز في علمه، فقال: كم جاهل متواضع ستر التواضع جهله، ومميز في علمه هدم التكبر فضله. فدع التكبر ما حييت ولا تصاحب أهله، فالكبر عيب للفتى أبدا يقبح فعله.
وأختم ببيت لمحمود الأيوبي رحمه الله: والمرء بالأخلاق يسمو ذكره، وبها يفضل في الورى ويوقر. هذا، وصلوا وسلموا على من أمركم ربكم بالصلاة والسلام عليه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهتدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الآل والصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً رخاءً سخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس. اللهم انصره نصرا عزيزا تعز به الدين وتعلي به راية الإسلام والمسلمين، واحفظه اللهم في ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، كما نسألك أن تشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير السعيد مولاي رشيد وبسائر أسرته الملكية الشريفة. اللهم تغمد برحمتك الواسعة مولانا محمد الخامس ومولانا الحسن الثاني. اللهم طيب ثراهما وأكرم مثواهما وبوئهما مقعد صدق عندك، كما نسألك أن تشمل برحمتك جميع أموات المسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.